صاير خربتوا علينا النومه. في ايه؟ في نور النور ده، نور نور. انا حاضر هنور انا النور. ماشي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين ام الانسان على الصبح يا شيخ. طلعت حرب راجع 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 راجع. ايه السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة بقى يا عزيزي انا جايب لك حلقة يعني متواضعة مني ليك، يعني فهذا يعني يستحق ام اللايك الشارخ الفايح السايح النايح. ولو مش مشترك في ام القناة يا عزيزي انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابن خالتي. طب ما هات حتة، هات حتة من جعانة والنبي اي حاجة، حتة من حتة من السندوتش ده ونقطمه. عايزه اطمع؟ ما انت لو بديتولك هتقطميه كله، هتهبريه كله، ما انا عارفك مش هتسيبي لنا حاجه، وانا ما ينفعش امشي من غير اكل عشان في ناس تانيه عايزه تاكل. يعني وايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ يعني مصدره لنا الشفه والرسمه بقى وملمعها لنا وبتفتح نفسنا على الطفح يعني، فنديها ريسبكت واحلى 100 مسا عليكي وزيع. النوع اللي بيدور عليه الشباب كله اهو عندك، جاتلك لحد عندك يلا عزيزي. ها اشتفق معها انت بقى الساعة بكام وكده هوت. ها لكن هذا هو المحتوى وهذا هو الفن يعني يا عزيزي. البيزة والتكة طبعا بتقدر تتحكم مع الغمزة مع البوسة فين مع البيزة والتكة، ففي تجانس مع المحتوى، في انشاء محتوى عالي بيتم واحنا مش واخدين بالنا، نديها احلى ريسبكت و100% حسب الله نعم الوكيل. زي عاش 1 2 3 4 يا عبد الله. ايوه بابا. امسكوا الحيطان، امسكوا الحيطان، الشقه اترجت بيا. فيه ايه؟ في ايه؟ ما هو ما هو الابداع ما وصلش لهذه المرحله، ده كده كتير عليا، كده كتير علينا كلنا يا ست. اللي انت بتعمليه ده يعني عظمه وابداع، ونديها ربع مليار من 100 واحلى ريسبكت عليك ونديكي كل الجوائز. يعني نكمل بقى ام الفيديو زيع. اسمع والله نركب باللكزس وادعس على 300. هلا 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 هلا. انا شاف قول عماله تروح شمال ويمين، والله راكب باللكسس ولا وادعس على البتنجانيه. فابداع حقيقه، ابداع عالمي يعني يثبت حسن القياده وان هي معاها رخصه اولى. نديها احلى ريسبكت عليكي 21% وعاش. نكمل بقى ام الفيديو زيع. بتخلصوا فيا؟ لا احنا المرة دي مش هنخلصوا فيكي، هنجيب لك كيلو جزر، كيلو جزر بيقوي النظر. انت فاهمني كيلو النظر بيعمل ايه؟ انت فاهم يا عزيز يعني. طبعا هذه منشئة محتوى جميلة، تلبس زي الأرنب لكي تعلم الأطفال بأهمية الجزر. ليه بقى العزيز؟ إن الجزر بأول نظر، أنت واخد لي بالك يعني، فهي بتدي دروس للأجيال القادمة كيف تكون على قدر المسؤولية من الأرنبة. نكمل زيع. وبوجه كلمة لصاحبي اللي دماغه شغالة في الهلوسة، ياض لو مش هتكون راجل خليك حتى مرات كويسة. طب هو هيعملها ازاي؟ حتى انت شكلك انت اصلا مش عارفه تعملي تبقي كويسه حتى، يعني ازاي هو هيبقى يعني؟ بس طبعا ها احنا بنتكلم على المحتوى بتاعها. المحتوى بتاعها يعني بيوجه رساله للرجال، لو مش هتبقوا رجاله كويسين فتضطر انك تبقى ايه واحده كويسه. فطبعا هذا هو في المشمش عندها هناك. نديها احلى ريسبكت ونديها 15%. نكمل باقي ام الفيديو يا عزيز وزيع. Yeah.
حبيه وخديه وتهني بيه. يا سلام على الأغنية وعلى كلماتها وعلى التمثيل يا ولد يا وائل يا بلغم، يعني عليه حتة حركات عسل 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 يعني. واخد لي بالك يا عزيزي، تحكم وتمثيل رائع على هذه الأغنية، نديه 18% وأحلى ريسبكت عليك عاش. نكمل بقى يا أم الفيديو وزيع. بالنسبة للعالم اللي لما يشوفوني كأنهم شافوا عفريت، ايش فيكم؟ بسم الله عليكم. هذه يلا عزيزي زي ما انا بقولك، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية اهم حاجة، الوحدة الوطنية. واخد لي بالك اهو، الوحدة الوطنية في ابهى بلالينها، احلى بلالين في الدنيا يعني. لازم نبقى في وحدة وترابط وعظمة. فهذه الست الفاضلة الطاهرة الهاجرة الساهرة الساحرة بسطتها لك. لازم يبقى فيه وحدة وطنية كبيرة بيننا وبين الشعوب العالم يعني. طبعا يلا عزيزي اوعى تقول احا عشان خاطر محدش يسمعها، ولا تنسى ام اللايك الشرخة الفايحة السايحة النايح، وانك تشترك في ميتين ام القناة وتعمل ام الجرس على الكل. حقيقة يعني انا اسف لاني مريض شوية وحاسس بالتعب. اشكركم شعب يا عظيم، اشكركم سلام.